إذا المشاهدين ومتابعين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر جديد بالضبط من مدينة الصويرة. كيف ما كتشوفوا هذه الأجواء هنا بمدينة الصويرة، هناك حركة غير عادية ومع اقتراب فصل الخريف كتشوفوا ان الناس مازال كتجي كتبحر، كتجي يعني كتصطف هنا في الشاطئ ديال مدينة الصويرة. كتشوفوا ان الناس مازال هنا كتجي تزور مدينة الصويرة في هاد الوقت. إذا تزامنا مع أيضا مع الدخول المدرسي كتشوفوا أن يعني الشاطئ بدا كيخوى، حتى يعني السياح وهذاك الأجانب بداو كينقصوا شوية. وأيضا مع يعني الأخبار الرائجة مؤخرا، أنا الصويرة سجلت عدة حالات إصابة بفيروس كورونا. يعني بدأت الناس كتاخد الحيطة والحذر، وبدأت الناس يعني كتاخد التدابير الاحترازية. إذا نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يحفظ بلدنا وملكنا وشعبنا من كل شر ومن كل مكروه. وأيضا بغينا نوصل لكم واحد الرسالة، أنكم خاصكم تاخذوا التدابير الاحترازية وديروا يعني تحافظوا على المسافات، التباعد الاجتماعي، وديروا يعني المعقمات وتوضعوا الكمامات. الكمامات فهم إجباريين. إذن كيف ما كتشوفوا مشاهدين ومتابعين قناة شوف تي في، أن هناك أجواء غير عادية هنا بمدينة الصويرة. وكيف ما كتعرفوا أن مدينة الصويرة يعني جل المداخل ديالها يعني من يعني هي كتنتعش من فقط من السياحة ومن يعني الميناء، الميناء ديال المرسى ديال الصويرة. إذن شكرا للمتابعين والمشاهدين اللي كيتابعونا على الصفحة الرسمية ديال قناة شوف تي في، وكنحترموا جميع التعاليق ديالكم.
يعني مدينة الصويرة خاصة استثمارات، خاصة استثمارات، يعني ما تبقاش معولة غير فقط على السياحة وعلى يعني الأنشطة البحرية مثل الصيد إلى آخره. إذن نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يحفظ بلدنا وملكنا وشعبنا من كل شر ومن كل مكروه. إذا كيف ما قالوا بعض المتابعين خلال التعليقات ديالهم أن مدينة الصويرة هي في حاجة للاستثمارات ولبناء مصانع، من أجل القضاء على البطالة. وكتعرفوا أن مدينة الصويرة يعني كتنتعش فقط غير من النشاط ديال الصيد البحري و الأنشطة السياحية، وفي ظل يعني وجود زمن كورونا هذه الأنشطة يعني فهي انعدمت بشكل نهائي، بقوا عندهم لا مداخيل ولا من يعني من ينتعشوا نهائيا. إذا الرسالة للمسؤولين، يجب إعادة النظر في هذه الأمور والتشجيع على الاستثمارات والاستثمارات. إذا المشاهدين ومتابعين قناة شوف تي في، غد وصلنا لنهاية البث، غادي نبغيو نقول لكم إلى اللقاء وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.